من بين هذه الشبابيك الأربعة الموحدة الموجهة لفائدة الفلاحين الراغبين في الاستفادة من قرض الرفيق، هذا الشباك المتواجد على مستوى تعاونية الحبوب والخضر الجافة بمدينة باتنا، والذي يضم بنك الفلاحة وتعاونية الحبوب والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. أربع شبابيك، عندنا شباك موحد هو في دائرة باريكا، شباك موحد في دائرة عين جاسر، وشباك موحد على مستوى عند بولهيلات، والرابع على مستوى المركز الرئيسي اللي هنا في ولاية باتنا. انطلاق المكتب الموحد والشباك الموحد باشتراك كل من تعاونية الحبوب الجافة، الصندوق الجوي للتعاون الفلاحي باتنا، وبنك البدر، من أجل إعطاء كل التوضيحات والتسهيلات والتوجيهات للفلاحين لاقتناء لعملية اقتناء البذور في عملية استباقية، خاصة مع بالنسبة لنا ملف قرض الرفيق. الشباك الموحد سيختصر الكثير من الوقت على الفلاحين، إذ أنهم سيجدون جميع الإدارات المعنية بقرض الرفيق في مكان واحد، خاصة مع توفر الكميات الكافية من البذور والأسمدة. على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية رانا جندين جميع العمال نتاعنا من أجل إسلاف عملية دراسة الملفات هذه، يعني وبإذن الله المدة ما تفوتش مدة أسبوع، يعني هذا أقصى تقدير. بعد الافتتاح الرسمي للشباك الموحد على مستوى CCLS باتنا، تم استقبال حوالي 10 ملفات وهي مقبولة، وسيتم تحويلها مباشرة إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار إنجاز الشيك. يذكر أن إقبال الفلاحين على قرض الرفيق يتزايد من سنة إلى أخرى.